بمناسبة كلامنا عن منتخب ليبيا الشقيق الأستاذ مراد دخيل الصحفي الرياضي الليبي. أستاذ مراد مساء الخير عليك. أهلا بك كابتن وأهلا بكل السادة المشاهدين مشاهدي أون تايم. أهلا بك أستاذ مراد، وعايزين نعرف من حضرتك استعداد منتخب ليبيا للقاء أنجولا النهاردة. والله كابتن إبراهيم، هو طبعا المنتخب الليبي اليوم موعد مباراة مع منتخب أنجولا في لواندا. طبعا كل التحضيرات تسير على ما يرام. المنتخب سافر قبل 4 أيام، يعني من يوم الجمعة الماضية كان في أنجولا على متن طائرة خاصة وهي الطائرة الرئاسية للدولة الليبية. نتيجة مباراة الجابون أعطت دافع كبير بالنسبة للمنتخب الليبي وأيضا للمسؤولين وحتى للجماهير من أجل تقديم مستوى مميز في مشوار التصفيات. نعرف أن المجموعة جدا صعبة، مجموعة فيها منتخب مصر، المنتخب العريق أكيد والتاريخي، وأيضا منتخبات الجابون وأنغولا اللي تبدو متطورة بشكل كبير. وأعتقد أنا في الوقت الراهن ما نقدروش نقوله على منتخب أفريقي بأنه منتخب غير قوي. صحيح. يعني لما نشاهدوا ساو تومي، نشاهدوا إثيوبيا، نشاهدوا أيضا جزر القمر وغيرهم من المنتخبات، تحرج في المنتخبات الكبيرة واللي لها تاريخ في القارة. فأعتقد أن اليوم المنتخب الليبي أمام مواجهة فيها حسابات جدا ضيقة. أنغولا تسعى لتعويض الخسارة الأولى، خصوصا وأنها تلعب اليوم على أرضها أمام المنتخب الليبي. صحيح. أيضا المنتخب الليبي يسعى كذلك لخصم ربما نقاط المباراة ولما لا 3 نقاط، وإن كان في أسوأ الأحوال التعادل ممكن يكون إيجابي. يعني المدرب خافير كليمنتي وأيضا حتى اللاعبين والمسؤولين في ليبيا وحتى الجماهير بدأت ترسخ في أذهانهم بأن نقاط المباريات التي تقام في ليبيا لابد ما تحسم لصالح ليبيا. يعني تكلموا على النقاط، مباراة مصر، مباراة الجابون، مباراة أنغولا اللي حتقام في ليبيا، من خارج الديار أي نقطة تعد ثمينة. واعتقد بان السيناريو حيكون فيه عديد التقلبات. المجموعه جدا صعبه، ممكن نصنفها بانها من بين الاقوى في المجموعات. أيوة. لان فيها العديد من المفاجات. واعتقد بان الجوله الاولى اظهرت لنا مستويات متقاربه بين كل المنتخبات. كلام حضرتك استاذ مراد دخلنا على رؤيتك للمجموعه، بتشوف المجموعة ورؤيتك ليها ايه، وايه اللقاءات اللي انت شايف ان هي ممكن تحسم صدارة المجموعة؟ والله للأمانة إبراهيم المجموعة زي ما قلت لك مجموعة صعبة. أيوه. أعتقد بأن الأحكام المسبقة خالفت كل التوقعات. صحيح. يعني كنا نتوقع بأن مصر حتجيب 3 نقاط من 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 الجابون. ايوه. بالاضافه ل3 نقاط اللي اخذتها من أنغولا في مصر. ورغم ان لو تكلمنا بمنطق الكره كانت مصر سيئه في المباراه الاولى. ايوه. والسوز زاد في المباراه الثانيه. صحيح. المنتخب الليبي ايضا كان غير متوقع بانه هو يفوز نظر لما الرصيد الطويل من الاحباطات. يعني نتكلم على ان المنتخب الليبي منذ نوفمبر 2019 تقريبا الفوز على تنزانيا في تونس تقريبا في تصفيات كأس افريقيا، هو هذاك كان اخر فوز للمنتخب الليبي حتى الفوز على الجابون. فاعتقد ان الفتره الطويله من الاخفاقات والخسائر، طبعا نتكلم عن المباريات الرسميه مش المباريات الوديه. مفهوم مفهوم. كانت خسائر امام غينيا، امام ايضا حتى تنزانيا في مباراه العوده، و في عديد المباريات. يعني نتكلموا على فتره طويله من الاخفاقات، اللاعبين عانوا من الروح الانهزاميه، الاطقم الفنيه والتغييرات، خلينا نقول يعني اكثر من مدرب درب المنتخب الليبي في اخر ثلاثة او اربع سنوات. يعني نتكلموا على عدد كبير جدا يعني في علم كره القدم ينذر بان الوضعيه غير سليمه لما تغير اكثر من مدرب في اوقات وجيزه. فاعتقد بان الامور مش ماشيه كويس، لكن الان مع خافير كليمنتي الدنيا مستقره. الدنيا كويسه زي ما تقولوا. الدنيا كويسه، مدرب يعني يعرف الكره الليبيه، يعرف الطقوس، يعرف حتى الظروف الاداريه والفنيه وايضا. أيوه. حتى عقليه اللاعب الليبي. يعني نتكلم على مدرب اعتقد بان دار تاريخ للمنتخب الليبي بتتويجه ببطوله الشان، وكان هو
اللقب الوحيد في سجلات المنتخب الليبي، قدم مستويات كويسة، غادر ليبيا بهزيمة قاسية أمام الكونغو الديمقراطية في كينشاسا في تصفيات كأس العالم 2018، وعاد بأول فوز لي في مشوار أمام الجابون. وزي ما تكلمنا أعتقد بأن المرحلة القادمة هتكون مهمة وحاسمة بالنسبة لي إن شاء الله. كل المنتخبات والتوقعات أعتقد بأن لا مكان لها في هذه المجموعة. يا رب الدنيا تفضل كويسة المنتخب ليبيا دايما يا أستاذ مراد، وكل التوفيق لمنتخب ليبيا الشقيق إن شاء الله في لقائه الليلة أمام منتخب أنجولا. كل الشكر لحضرتك أستاذ مراد دخيل الصحفي الرياضي الليبي. طارق.